دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قالت ان اجتماعات الدورة 27 اللجنة المصرية والأردنية المشتركة ستشهد الاتفاق على الصياغة النهائية لسبع وثائق إضافة إلى محضر الاجتماع اللي هيوقع في نهايته أيضا هذه الوثائق، وهيكون بموجبه أيضا يتم إنشاء مجلس تنسيقي استثماري مصري أردني بيضم مجموعة من المستثمرين في كل المجالات. أيضا الوزيرة أضافت أنه اجتماع اللجنة العليا 27 هيكون برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن، هم هشام إسماعيل والملقي بالعاصمة الأردنية، وأن الاتفاقات السبعة تنص على التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة وأيضا المتوسطة والتعليم العالي والتعاون أيضا المينائي والتعاون بين بورصتي البلدين والشؤون القنصلية والاجتماعية. أهم الاتفاقيات هي التعاون في مجالات الاستثمار، التعاون الدولي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التعليم العالي، البورصة، الشؤون الاجتماعية، وكذلك في مجالات القنصلية.